بيد مالك محمد بن صالح بن نصر العامري. تهانينا ايضا لسعادة السفير صالح بن نصر العامري على فوز سمحة بشلف الحجايج المفتوح. ينطلق ايضا هنا شوط الخنجر، شوط الخنجر للحجايج الجعادين المفتوح. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. هناك خنجر فضية، بالإضافة إلى الخنجر هناك 200,000 ريال قطري ينتظرن الفايز، لكن الناموس هو الأحلى. الناموس وحضور القعود على الخنجر في هذا المهرجان، المهرجان الكبير الذي توافدوا عليه من كافة دول مجلس التعاون للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، مخول على المقدمة للسيد عيسى بن محمد بن يمعة المهيري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات الدبيل في المركز الثاني، الدبل في المركز الثاني في هذه اللحظات الجاسم بن حمد بن خليفه العطيه، وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات غياث للسيد سالم بن خلفان بالعري الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الغزال للسيد سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الخامس شاهين للسيد احمد بن سيف المهيري. هذه النتيجه، هذا اول نداء للمراكز الخمس الاوائل، ونرجع الى مقدمه هذا الشوط وبنشوف مخول لا زال مخول على مقدمه هذا، مخول بكل الصلاحيات على مقدمه هذا الشوط من مالك عيسى بن محمد بن جبر المهيري. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الديبل شعار الجريان على ظهر الديبل الذي اقتحم ساحة المركاض وفي المراكيض الختامية في هذا السنة وفي هذا الموسم، وساحة الرموز تعرف طريقها تماما جدا هذا الشعار والمالك العطية. يا سلام يا الديبل، غير وانتقل عندما ذكرنا الجريان، انتقل إلى مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث غياث أيضا كفة مالية بالترشيحات، قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا حاصل على المركز الثاني وصيف الرمز في ميدان سويحان في مهرجان قصر الحصن. ها هو غياث للسيد سالم بن خلفان بالعري الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع جيوش، جيوش في المركز الرابع للسيد جاسم بن حمد بن خليفة العطية. أيضا الشعار المميز، شعار الرموز متواجد على ظهر جيوش في هذا المساء وفي شوط الرمز في شوط الحجايج الجعادين المفتوح. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الغزال، الغزال في المركز الخامس يتغزل زي الانفلة على أرضية الشحانية لاقاني، يتمخطر ويلعب رياضة على هذه الرياضة على هذا الميدان بقيادة مالك دكتور الأصايل سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الديبل، الديبل على مقدمة هذا الشوط وهو يغادر ويباعد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الدبل للسيد جاسم بن حمد بن خليفة العطية على مقدمة هذا الشوط. 1200 ما تبقى عن الخنجر يا العطية بقيادة الدبل على مقدمة هذا الشوط. غياث في المركز الثاني، غياث للسيد سالم بن خلفان بالعري الاجتبي. الوسمي وصل، الوسمي خادم أيضا كفة مالية بالترشيح
الصحيحات، لكن مخول على المركز الثالث، لكن الوسمي يا سلام، الوسمي والغزال، الوسمي للسيد حمد بن مبارك بن زايد الخيارين، شعار السبق، شعار الرموز على ايضا ظهر الوسمي. وفي المركز الرابع الغزال للسيد سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. خلنا هنا يا ابو محمد، خلنا مع الدبل على مقدمة هذا الشوط، مع الخنجر، مع العرض، مع اهل الجريان على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الدبل، لكن غياض يذكرني بطير سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، صاحب الضربات في السماء وفي الارض وفي الجو. يا سلام يا غياض يبى اهل سهيله، يبى يروح بالخنجر الى اهالي سهيله والى اهالي الخوانيج. ها هو غياض بدا يغادر، بدا يباعد، سلاله مدلل يدلل على ارضيه ميدان الشحانيه، على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا المساء مع الخنجر، مع هذا المهرجان. سلام عليكم يا اهل الخوانين، اسعد الله مساكم يا اهل سهيله، تهانينا من الاعماق، تهانينا على فوز غياث بالمركز الاول للسيد سالم بن خلفان بالعري الاجتبي، المركز الثاني الوسمي للسيد حمد بن مبارك بن زايد الخيارين، المركز الثالث الديبل للسيد جاسم بن حمد بن خليفه العطيه، المركز الرابع الغزال للسيد سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الخامس الفايز للسيد محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول غياث. يا سلام يا سلام يا غياث على هذا المستوى، على هذا الأداء المتميز الذي قدمه في هذا المهرجان المتميز، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وغياث يغيث مالك بهذا الخنجر، بهذا الناموس، بهذا العرض المتميز في هذا المساء المتميز. الخنجر تذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأهل الخوانيج وأهل السيلة في إمارة الشارجة، أيضا لهم دور كبير مع أيضا غياث وهو من سلالة مدلل. ها هو غياث يصل إلى خط النهاية، قاطع مسافة الأربعة كيلو متر في زمن وغدره 6 دقائق 10 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن خلفان بالعري الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني الوسمي 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن مبارك بن زايد الخيارين، المركز الثالث الدبل وصل في المركز الثالث 6 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد جاسم بن حمد بن خليفة العطية، تهانينا للجميع على هذا.